صباح الخير والسعادة على المشاهدين الكرام في كل مكان. النهاردة هنتكلم عن موضوع حلقتنا عن الغدر والخيانة في الحب. ناس كتير بتتعرض، شباب وبنات بيتعرضوا للغدر والخيانة في الحب. بنات ممكن لو بعد ما تحب سنين كتير يتقدم لها عريس تلاقيه غني ومبسوط، ممكن تبيع الشاب اللي هي حبته علشان خاطر الفلوس. وشباب تانية كتير ممكن تسيب تروح تشوف بنت تانية وتحب بنت تانية وتسيب اللي هي اللي حبته سنين عمرها، وممكن تتعرض بعد كده لحالات اكتئاب نفسي وتدخل في حالات وممكن تؤدي إلى الانتحار. علشان كده هنتكلم، وهنكون النهاردة ده موضوع حلقتنا مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة، الأستاذة هبة الزيني الأخصائية النفسية. بس نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، انتظرونا. مشاهدينا ورجعنا لكم من الفاصل، وطبعا كان موضوع حلقتنا عن الغدر والخيانة في الحب. لكل اللي عنده استفسار او اي سؤال يتواصل معانا على الارقام اللي هتظهر امامكم على الشاشة. ودلوقتي احب ارحب بضيفتي استاذة هبة. اهلا وسهلا بيكي يا استاذة هبة. ازيك يا امل، ايه الاخبار؟ الحمد لله. السلام عليكي اولا. الله يسلمك يا حبيبتي. تسلمي. النهارده بقى عايزين نتكلم، في بنات كتير بتتعرض للخيانة والغدر وبتكون هي اكتر ضحية عن الشباب، وفي برضه بيبقى العكس، ساعات برضه الشباب بتتعرض للغدر والخيانة. والبنات ممكن لو دخلت في حالة اكتئاب وحالة بتبقى حالة نفسية، وساعات كمان ما بتقدرش ان هي تدخل علاقة حب تانية مع شباب تانية. فازاي تتخطى كل ده وازاي تحب تاني من غير ما تتعرض من الخوف او الغدر او الخيانة؟ طيب خلينا نقسم السؤال كده كذا جزء. هو احنا امتى نقول انه العلاقه دي الاثنين اللي فيها حد فيهم متعرض لخيانه او غدر؟ تمام. الخيانه بمعناها المتعارف عليه انه الشخص كان على علاقه بشخص اخر ايا كان، يعني البنت او الولد. والغدر ان يكون في جوه العلاقه كذب، او انه يكون حد كان مخطط حاجات غير اللي بيعرضها للاخر، مش واضح معاه وليه نوايا، يعني ان هو مثلا بيتسلى بيه زي ما الناس بتقول في الحياه، يعني هو مش ناوي بجديه انه بيحبه بجد بس بيفهمه عكس ده. فده الجزء ده من السؤال ملوش علاقة بفكرة الانفصال، لأن الانفصال في العلاقات، يعني زي ما انت قلتي في الأول، ممكن بنت تبقى مرتبطة وبعدين تنفصل وتروح تتجوز حد تاني عشان هي شافت ان عندها حاجات أولويات من الشخص الأولاني اللي هي معاه. هنا ده مسموش غدر ولا خيانة، هي حد قرر ان هو ينفصل مش عايز يكمل في العلاقة دي. يبقى دي تاني جزء من السؤال، الانفصال شيء والغدر والخيانة شيء تاني. الغدر ده لما يكون انا مخطط اني مش عايزه اكمل مع الشخص ده ومش داخل العلاقه دي بجديه، فاقوم جاي داخل جوه العلاقه وانا بكذب. دي اللي اسمها ان انا هغدر بيه، انا مش ناوي ان انا اكمل فبكذب عليه. لكن لو اتنين داخلين العلاقه وكان في نيتهم ان هم يكملوا، بعدين طرف من الاطراف حس ان هو مش قادر يكمل، بطل يحب الطرف الاولاني، حصل مشاكل بينهم او عيوبه هو مش قادر يتقبلها، هنا ما اسمهاش ولا غدر ولا خيانه، هي اسمها هنا انفصال. يبقى دي تاني نقطه في السؤال. النقطه الثالثه بتاعت التخطي، احنا هنحكي طبعا على خطوات التخطي بس نجاوب على جزء جزء من الثلاث اجزاء. تمام. الجزء اللي في النص اللي هو الاهم بتاع الانفصال، فكره الانفصال، الانفصال الناس عندنا في مصر هي فاهماه غلط، يعني دايما بنشوف ان انا داخل علاقه فانا هكمل فيها للابد، ولو طرف من الطرفين قرر انه ما يكملش فهو هنا خاين او غدار او هكذا. وطبعا دي مفهوم غلط تماما، لان الانفصال في حد ذاته لو مشى بطريقه صحيه وفيها انسانيه وانا اتعاملت بوضوح وتعاملت ان انا كنت شخص كلير وكنت شخص واضح مع الشخص اللي قدامي اللي هو شريكي في العلاقة، وجيت بكل صراحة قلت أنا عندي مشاكل في 1 2 3 وأنا مش قادر أكمل، هنا هو مفيش عيب على الاتنين، والمفروض الاتنين يتعاملوا ان ده موقف طبيعي، زي ما في ميلاد في موت، زي ما في لقاء في العلاقة في فراق، وارد جدا ان احنا ما نكملش ومش لازم طرف فينا يطلع شرير. في شباب كتير ممكن بتخدع البنات باسم الحب. حلو. يبقى احنا هنا الجزء الاولاني من السؤال، يعني احنا قلنا هنقسم السؤال لثلاث اجزاء، الجزء الاولاني الخاص بالغدر والخيانه وده هنرجع له ونتكلم فيه،
والجزء بتاع التخطي، انا بكلمك في فكره الانفصال في الاول عشان ما نلخبطش الكروت في بعض. يعني ما نسميش ان المسميات كلها زي بعض. الانفصال في حد ذاته لو مشى بطريقه صحيه وانسانيه فهو هنا ما فيش لوم على اي طرف من الاطراف، ومش بالضروره كل علاقه تتبني او كل علاقه تتوجد لازم لما تيجي تنتهي يكون في طرف شرير. عادي جدا ممكن نكون احنا الاثنين مش قادرين نكمل، الحب بينا انتهى عند النقطه دي. فدي فكره الانفصال في العموم اللي الناس مش قادره تفهم الجزئيه دي. تعالي نتكلم في الجزء اللي انت لسه بتتكلمي، فكره الغدر والخيانه ان في ولاد او بنات، يعني عشان نكون منصفين يعني. اكيد طبعا في بنات بتكون داخله العلاقات عشان تستغل مثلا الشخص اللي معاها، عشان بس انها مجرد عايزه تتجوز ويبقى اسمها انا اتجوزت بس، كذا وكذا وكذا. في 100,000 سبب يخلي بنات تكذب على الولاد باسم الحب. وكمان الولاد طبعا عندهم اسباب كتير جدا يكذبوا على البنات باسم الحب. فلو احنا جينا نتكلم عن النقطه دي، عن فكره الغدر والخيانه وازاي حد يتخطى من ازمه زي دي، انه انا كنت في علاقه، العلاقه دي سي مثلا اتخنت فيها، او الشخص اللي معايا كذب عليا فغدر بيا زي ما انت قلتي حرفيا. انا عندي مجموعه خطوات انا لازم امشي عليها عشان اقدر اتخطى من العلاقه دي. اول حاجه اللي معظم الناس ما بتعملش الجزئيه دي خالص، ان اعيش مشاعر حزني كامله. يعني دايما لما بنت مثلا، احنا هندي المثال عن البنات عشان ما نبقاش بنلخبط، بس في النهايه انا بتكلم ده على الانسان في العموم، بس انا هدي المثال على البنات. مثلا بنت انفصلت، وانفصلت بسبب ان الولد خانها او كان اوريدي بيكذب عليها وزي ما انت قلتي غدر بيها. تمام. اول حاجه انها تعيش مشاعرها كامله، تعيش مشاعر حزنها، هي زعلانه. والزعل هنا مش بيكون عشان الشخص، لانه وارد ان الشخص ده ما يكونش يستاهل الزعل اصلا، لسه قايلين ان في احتمال يكون خاين او كذاب، فهو ما يستاهلش الزعل، او ممكن يكون في عيوب تانيه. يعني الزعل هنا عليكي انت، على وقتك انت، على مجهودك انت، على طاقتك انت، على الحب اللي انت قدمتيه. فانت لما بتحزني هنا فانت بتحزني على نفسك، على الحاجات اللي انت قدمتيها، وده الحق. يعني انت عمرك اكيد بيصعب عليها بعد كل الحب ده ان في الاخر يحصل فراق او يغدر بيها او يخونها، وساعات ممكن يروح يعرف واحده تانية عليها. وفي شباب كتير بيعرفوا كذا كذا بنت مع بعض من غير ما كل واحده تانية تعرف اي حاجه. بالظبط. فاحنا هنتكلم على مين؟ على حاله بنت، كيس كده. البنت دي حصل لها انه كانت في علاقه والعلاقه دي ما مشيتش بافضل طريق، فهي ازاي تتخطى ده او تو موف اون زي المصطلح المنتشر والدارج كتير دلوقتي على السوشيال ميديا. هي فكره التخطي، ان انا بطلع من حاجه انا فيها وتخطاها. اول حاجه زي ما قلت انها بتعيش مشاعر حزنها كامله، وتبقى فاهمه وهي حزينه في الوقت ده وبتعيط او ايا كان هي بتعيش مشاعرها ازاي، ان انت بتعيشي مشاعر حزنك دي على نفسك. لان دايما هتلاقي الناس اللي حواليها مني يقولوا لها انه اول حاجه ده هو ما يستاهلش، اعدي وخرجي واعملي. هما الناس كده فاكرين ان هم بيساعدوها، لكن هم هنا بيضروها، لان هي عايشه مش هي حقها انها تتالم، ومش هتعرف تبقى احسن وتدخل علاقه جديده وهي فيها شخص صحي جوه العلاقه غير لما تتخطى العلاقه الاولانيه. فاول حاجه انها تعيش مشاعر حزنها كامله. اتنين، ان هي تبعد عن ثلاث حاجات مهمين جدا يكونوا مرتبطين بينها وبين الشخص ده. كل الاشخاص المشتركين في اول، يعني هي في اول التخطي لازم تبعد عن كل الاشخاص المشتركين اللي بينها وبينه، تبعد عن كل الاماكن اللي كانوا بيروحوها سوا، وتتخلص من كل الاشياء اللي بتربط بينهم هما الاثنين، عن الذكريات كلها مثلا زي رسائل على واتساب، فيسبوك، صور، من كل الذكريات هدايا عشان ما تفتكرش تاني. لازم نتخلص من كل الحاجات دي. ثالث نقطه، انه هو احيانا اجابه ليه بتريح. يعني لو كان الشخص اللي قدامها شخص انسان بالشكل الكافي، فلو قعدوا مع بعض قعده جاوبنا فيها على كل ليه، يعني ليه حصل ده، ليه خنتني، ليه سيبنا بعض، ليه انفصلنا، وليه دي مش معناها انه انت ليه عملت كده فاحنا يلا نكمل، لا ليه، عشان انا ابقى فاهمه ده حصل وارتاح نفسيا. ولكن عشان احنا الحياه مش ورديه قوي كده، رغم ان دي حاجه بتساعد قوي، بس الحياه مش ورديه قوي، فانا مش مضطره اعرف ليه خلاص. يعني ايا كان ده كان قراره، هو قرر يخون عشان اسباب تخصه، وانا الموضوع ما يخصنيش. مفيش شخص اتخان ايا كان ولد او بنت كان العيب فيه، ودي نقطه مهمه احنا لازم نتكلم فيها. دايما بتكون العيب في الطرف الاخر، هو اللي عنده مشاكل مثلا، نقص تجاه نفسه، فهو بيحاول يعوض النقص ده ان يكون حواليه اشخاص كتير وهكذا.
النقطة الأخيرة في التخطي ومن أكتر الحاجات اللي بتساعد على التخطي إن الإنسان يحط لنفسه خطة. مش احنا قفلنا الباب علينا وعيطنا وحزننا في الاول، تمام، خلصنا المرحله دي، يلا بينا بقى نحط خطه لحياتنا. واهم حاجه ان الخطه دي تكون يعني ليها توقيت. يعني مثلا سي انا عايزه اخس مثلا 10 كيلو، ده من اهدافي مثلا، او انا عايز اتعلم لغه جديده، اسباني انجلش وات ايفر ايه مثلا، فانا هحط ان دي بلان في حياتي، بس هحطها انها تكون ليها خطوات وكل خطوه بميعاد. زي مثلا عايزه اخس 10 كيلو مثلا، يعني ده مثال، فانا هخس 10 كيلو مثلا على 10 شهور، لازم احط هدف كل شهر ويكون الشهر ويكون الهدف ده محدد. انا كل شهر مثلا في الفتره الجايه انا هاخد خطوه في هدفي، وهو اني انا بعد ما طلعت خلاص من الاوضه اللي انا عشت فيها الحزن بتاعي ده، ابدا ادور على الناس الايجابيين، ابدا ادور على الناس اللي بتشجعني، اللي هو احنا في الاول قلنا نبعد عنهم عشان نعرف نعيش مشاعر حزننا صح. خلصناها، نطلع ندور على الناس الايجابيين، الناس اللي ممكن تساعدنا انه احنا نخرج من ده، ما نرفضش المساعده يعني. وطبعا لو الموضوع واصل لدرجه اكبر من كل ده ومش ده، الحاجات دي مش كافيه، فساعتها انا بكون محتاجه اروح لمختص. احنا دلوقتي عايزين نعرف الناس ان ايه الفرق ما بين المريض النفسي والجنون، عشان في ناس كتير بتخلط بين في ناس كتير اصلا بتخاف تروح لدكتور نفسي، صح، وتقول لك ان عشان من كلام الناس وتخاف من كلامه، تقول لك لا ده ما ده اتجنن. حلو قوي السؤال ده يا امل. هنرد بس على السؤال ده، بس معانا اتصال تليفوني. اوكي، ام رنا. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك انا كنت بحب واحد قبل كده وكده. معلش عالي صوتك شويه. يعني مرانا انا كنت بحب واحد قبل كده وانا دلوقتي متجوزه معايا 3 اولاد. تمام. فدلوقتي يعني احنا هو اتجوز وكده، بس انا دلوقتي مش قادره انساه، حتى في منامي بحلمه كده، فمش عارفه اعمل ايه. انا على طول متضايقه وزعلانه. يعني انت كنت بتحبي واحد قبل ما تتجوزي؟ طيب تمام. وحاليا دلوقتي انت معايا 3 يعني اولاد. عندك 3 اولاد ولسه حاليا بتحبي وزوجك موجود؟ طب علاقتك بيه عامله ازاي؟ فانا على طول بشوفه في منامي وكده، فانا متضايقه من الحاجه دي يعني. انا بتشوفيه في منامي يعني. طب انتوا بتتكلموا مع بعض او كده؟ لا لا خالص. تمام ماشي. حضرتك ليكي عايز استفسار تاني؟ لا انا يعني الموضوع ده. طب اتفضلي. هي علاقتها عامله ازاي بجوزها؟ يعني هي راضيه عن العلاقه الزوجيه اللي هي فيها دلوقتي؟ الو الخط قطع. طيب انا مش هقدر اجاوب على السؤال من غير ما اكون فاهمه ابعاد الحاله يعني، بس في النهايه لو هي مش مرتاحه في علاقتها بجوزها الحاليه وعشان كده هي حاسه بنقص، فبتعوضه بان هي بتفتكر الاكس بتاعها وبتفتكر الشخص اللي هي كانت مرتبطه بيه، فتحاول تصلح علاقتها الحاليه بجوزها. لو ما تصلحتش ما تكملش، ما تعيش في معاناه انها بتحب حد تاني وان هي موجوده مع شخص. بس هو اريد اصلا بتقول لك الشخص ده هي بتتكلم معاه قدامي وبتجوز برضه، يعني هي مش هي قالت انها ما بتتكلمش معاه. هي قالت انها حاسه له مشاعر داخليه. حتى لو انا مش معنى ان انا الشخص اللي انا سي مثلا كنت بحبه هو خلاص ما بقاش موجود في حياتي، فنظلم حد تاني واروح ارتبط بس لمجرد ان انا عايزه اعمل عيله او بيت، لان انا كده بظلم شخص تاني وبظلم نفسي. فلما ابقى اتخطى ده، الجزء اللي احنا كنا لسه بنحكي فيه من شويه، انه البنات او الولاد ما يدخلوش علاقات غير لما يتخطوا فعلا. في مصطلح بيتقال عليه ريباوند ريليشن شيب، يعني بالمعنى الحرفي للترجمه اللي هي علاقه الاستشفاء، اللي هي بالمعنى بقى الدارج انه الشخص يكون لسه منفصل فيقرر يدخل اي علاقه ثانيه علشان يحاول ان ينسى، عشان يحاول يطلع من. ودي اكبر حاجه غلط. وده غلط طبعا، ما بينساش بالعكس. ممكن بالظبط اكبر غلط ممكن بتظلم الشخص اللي هي اتجوزته، هو ما ظلمش حاجه كمان. بصي هو في الوقت الحالي معظم العلاقات اللي هي ريباوند اللي انا لسه قايله عليها مش بتكمل بالجواز، بتكمل بالكوارث، بالوجع، بالالم للطرفين. يعني هو كده مش بيساعد نفسه، هو كده هقول لك عامل زي ايه. النقطه دي مهمه قبل ما ندخل للسؤال التاني. علاقات الحب، لما انا بكون في علاقه حب فانا بحب الشخص ده، فانا بكون معاه شبه حاجه ليها علاقه مثلا بالادمان. ليه؟ لاني انا بتعود عليه،
وهو بيسبب لي مجموعة مشاعر أنا بعتمد على المشاعر دي، والمشاعر دي كمان بتسبب لي على فكرة تغيرات فسيولوجية هرموناتي بقى وهرمونات السعادة لما بشوفه. فهو علاقة الحب بتكون شبه الحالة مع الإدمان مثلا المخدرات. فأنا عشان أقدر أتخلص من الأزمة دي أو الوجع ده أنا لازم أعيش حالة التعافي كاملة، لأني ممكن يحصل لي انتكاسة. يعني انا ممكن لما اعمل ده، لما انا ادخل علاقه مثلا ريباوند زي اللي احنا لسه حكينا عليها من شويه، انا بظلم الشخص. انا بعمل ايه؟ حاجه زي اعتماديه. انا بدخل الشخص ده، بضحك على نفسي اكني بدل ما انا كنت مثلا بشرب نوع معين من الدراجز كان بيسبب لي سعاده مثلا وخلاص اذاني ودمرني فانا عايزه اوقفه، فانا بضحك على نفسي وباخد نوع تاني. انا اكني بوهم حالي اني انا يعني بعتمد على شيء تاني او بوفر لنفسي مشاعر بشكل تاني، بس ده كله وهم. العلاقات دي من الصعب انها تتم، ولكن الناس كتير بتقع في الغلطه دي، واتمنى الناس تاخد بالها من الجزء ده، لانه بيظلم نفسه وبيظلم الطرف الاخر. بالنسبه بقى السؤال العظيم التاني، معلش بس ما احنا اتصلنا تليفون. الو الو اتفضلي مالك، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. طب بس وطي بس صوت التلفزيون شويه بس واسمعينا من التليفون لو سمحت. حاضر. لو سمحت انا كنت بحب واحد. علي صوتك معلش. انا كنت بحب واحد وتجوزت وانفصلت يعني عن جوزي. كنت بتحب واحد ايه؟ لا انا ما سمعتش. لا معلش عيدي السؤال تاني. عيدي السؤال تاني معلش وعلي صوتك شويه. انا كنت بحب واحد بس اتجوزت واحد تاني غيره. تمام. وانفصلت دلوقتي عن جوزي يعني، بس هو اللي انا كنت بحبه ده عاوز يرجع. انت انفصلتي انت وجوزك. هي كانت بتحب حد وبعدين انفصلت عنه، اتجوزت شخص تاني وانفصلت عنه والاولاني عايز يرجع. تمام. فين المشكله؟ نعم المشكلة. تمام لحد دلوقتي تمام. ايه بقى المشكله؟ المشكله ان اللي انا كنت بحبه ده عاوز يرجع لي لما انا كنت في حياته كان بيعرف حاجات كتير قوي عليا. اوكي. وده كان السبب الرئيسي اللي انت كده. طيب ملك، وده كان السبب الرئيسي لانفصالك عنه؟ بس يعني لان كمان تقدم له واهلي رفضوا فانفصلنا عن بعض يعني. هي كانتش متجوزاه، هي كانت مخطوبه ليه. انا عارفه. تمام خلاص تمام. فين السؤال؟ تمام كده وصل. نعم. اي استفسار؟ فين سؤالك يعني؟ فين سؤالك انت؟ فين سؤالك بالظبط دلوقتي؟ هو كان السبب الرئيسي لانفصالكم ان هو كان ارجع له يعني دلوقتي ارجع له ولا ما ارجعلوش؟ انا مش عارفه اتصرف. طيب هو مبدئيا ده قرار مصيري في حياتك. تمام يا ملك. طيب هو ده قرار مصيري في الحياه، ما ينفعش ان هي مجرد ما تقول جمله وشخص ما هيجاوب عليها يقول لها كملي او لا. ده طبعا شيء مش صحي ابدا. لازم عشان اقدر حتى اقدر يعني استشيرها في الموضوع ده او هي تستشيرني في الموضوع ده، انا محتاجه اسمع تفاصيل كتير عن العلاقه دي. هي ولكن واضح هي معليه صوت التلفزيون. لا ولكن هي ما ينفعش تاخد قرار مصيري في حياتها انها تاخد قرار انها هتتجوز شخص ما لمجرد بس انه تسال حد مجرد جمله وبيقولها ولا لا. ولكن لو هنتكلم في العموم، هنا بتقول لك ان هو اصلا بيعرف بنات كتير. ما انا هجاوب بقى على الجزء ده. لو احنا بقى هنتكلم في العموم مش على حالات ملك بالذات. بالظبط. في العموم الصفة دي لما بتكون متأصلة في شخص صعب انها تتغير. يعني لما يكون شخص فيه الصفة دي، في كام صفة كده في الحياة صعب انه الانسان يقدر يتخلص منهم، زي مثلا الصفة دي وزي صفة البخل. والصفتين دول من اكتر الصفتين اللي لو حد دخل فيهم مع حد في علاقة الحياة مش بتكون الطف حاجة ابدا ابدا ابدا. يعني الكذاب، الخاين، البخيل، الثلاث صفات دول لو في شخص بشكل متأصل ودخلنا معاه في علاقه حياتنا مش بتكون الاسعد. يعني بالظبط. ولكن انا مثلا على حاله ملك ده، انا جاوبت في العموم ان ده مش الطف حاجه خالص، خصوصا ان احنا عندنا خبرات سابقه يعني مع ده. ولكن في حاله ملك انا ما اعرفش فات وقت قد ايه من المره الاولى اللي كانوا فيها مع بعض للمره الثانيه. وارد يكون فات عدد سنين كتير خلت الشخص اللي كان معاها ينضج اكتر. يعني وارد يكونوا كانوا مرتبطين وقت المراهقه او في بدايه الشباب وبعد
دلوقتي هو بقى شخص ناضج اكتر. فهي اكتر حد يقدر يحكم على ده هو لسه في الصفه دي او لسه متاصله فيه بالشكل الكبير، ولا هو بقى نضج اكتر وبقى افضل. هنستاذنك بس فاصل صغير، مشاهدينا فاصل ونرجع لكم على طول. مشاهدينا ورجعنا لكم من الفاصل، واحب افكركم ان احنا كان سؤالنا اللي هو الفرق بين المريض النفسي والجنون. حلو جدا. طيب اولا انا ليه مبسوطه بالسؤال ده؟ لان بسبب المفهوم الخاطئ عن اجابه السؤال ده في ناس كتير جدا بتعاني طول حياتها، ممكن لحد ما تموت بتفضل تعاني. ليه بقى؟ هو مبدئيا احنا لما هنيجي نقول ايه معنى مريض نفسي قبل ما ندخل في فكره الجنون، احنا محتاجين نعرف هو اصلا يعني ايه صحه. مش الصحه هي حاجه عكس المرض، احنا في الاول محتاجين نعرف يعني ايه صحه. تعريف الصحة ان الانسان يكون مش بي ما عندوش اي معاناة لثلاث جوانب: الجزء الجسدي والجزء العقلي والجزء الاجتماعي. انه يكون الشخص من جواه حاسس انه بخير في الثلاث جوانب دول. وعشان نقول ان الشخص دوت بيتمتع بالصحة اللي احنا لسه قايلين التعريف بتاعها، لازم يكون هو اللي مقرر اني انا جسديا كويس و عقليا كويس او نفسيا كويس وكمان اجتماعيا كويس. يعني ما ينفعش حد يجي يحكم عليا اني انا نفسيتي بخير وان انا تمام وان الدنيا كويسه، زي بالظبط ما ينفعش حد يحكم عليا وانا مثلا مريضه وعندي درجه حراره عاليه او عندي انفلونزا او وات ايفر مرض ايه، انه يجي يقول لي لا انت بخير. يعني مين اللي بيقرر ده؟ انا. يمكن يكون الفرق شويه بين الجانب الجسدي والجانب النفسي ان الجانب الجسدي بيكون ظاهر من بره. انا مثلا سي عندي مشكله في حساسيه او عندي مشكله في عيني او عندي برد، ايا كان ايه الامراض، هي انا من بره كده انا شايفاكي عشان هي باينه على الجزء الجسدي. ولكن الجزء النفسي بيكون جوه، فمحدش شايفه غيري. ففي كل الحالات احنا قلنا في الاول ان القرار لمين؟ قرار ليا انا، انا اللي بحدد اذا كنت انا بتمتع بالصحه دي وبانهي درجه. نيجي بقى لحته المرض. الشخص اللي بيكون نقدر نقول عليه انه ده مريض، انه بيكون مش احسن حاجه انه يكون بيعاني من جزء ليه علاقه بحاجه جسديه او نفسيه او اجتماعيه. تمام. يبقى دي فكره ايه؟ فكره المرض والصحه، عشان الناس تبقى واعيه لده، عشان دي اهم حته اللي احنا داخلينه. طيب لما نيجي نتكلم بقى انه يعني ايه مريض نفسي، هو احنا دايما بنبدل كلمة المرض النفسي او الامراض النفسية بكلمة الاضطرابات النفسية لانها بتشمل كل الجوانب. يبقى احنا اتكلمنا عن انه يعني ايه ده. طيب الجنون بقى، ودي النقطة الاهم في السؤال. اول حاجة هي كلمة مرتبطة بالوصمة. انا مش هتكلم عن معناها اللغوي معنى اتصال، لا مش معنى اتصال، هو للاسف يعني وقتنا انتهى. فان شاء الله يكون لنا لقاء ثاني نكمل باقي الحلقه نتكلم فيه في الجزء ده. بس قبل اي حاجه انه الناس تبقى فاهمه ان كلمه جنون ما هي الا وصمه مش اكتر، وان المعنى الحرفي ليها اللي احنا عايزين نتكلم فيه هو المرض العقلي. دي حاجة الناس تقدر بكل بساطة تدخل كده على النت بس تكتب ايه الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي، او امتى انا محتاجة اروح لمختص، ساعتها هم هيعرفوا ده وما يكملوش في المعاناة. انا بشكر حضرتك جدا. انا بشكرك. مشاهدينا وللاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، وبنعتذر لديك الوقت. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.